والله الملاهي طبعا في الفترة اللي فاتت تعرضت لنكسة كبيرة جدا، والانتكاسة بتاعت الملاهي دي من تم إلغاء بخت الرضا، يعني من ألغوا بخت الرضا أنا أفتكر الملاهي دي حصل فيها شوك كبير جدا جدا، مناهج لا تتناسب مع فيزيكالي مع الطالب ذاته، يعني ما ممكن الليلة طالب في سنة رابعة أنت تقريه 12 مادة، يعني الشنط شنطته ذاتها ثقيله ما بيقدر، وبعدين ماده ذاتها ما بتتناسب مع عمره، ما مفهومه. يعني انا الليله ولدي في سنه رابعه بعض مرات لما نجي اشرح لي حاجات بحس انه ذاته ما فهمها، ما في طريقه ذاته انا طريقه اوصل به الماده دي، دي مشكله. يعني حس انا عندي في الثانوي ما ممكن الطالب في ثالثه يمتحن في 7 مواد وفي اولى يقرا 13 ماده، يعني عسى الان في اولى بيقرا 13 ماده، 13 ماده انا ادرسه في اولى ثانوي، واجي امتحنه في 7 اصوى كده انا بامتحنه في 7 مواد، ما ادرسه 7 مواد عشان يحصل لي عمليه بتاع شنو؟ توازن جوده، وعمليه بتاع شنو؟ توازن، بعدين مواد كثيره بمسميات، يعني انت لما تجي تحلل المنهج بتلقى انه حاجات كثيره جدا اوف بوينت ما بتتناسب. نعم. الحديث عن لسه بندرس تاريخ العلوم، يعني ما في حاجة ما في حركة. أنا ما زي ما قلت لك الآن العالم كله تقدم، نحن ما زلنا بندرس في مناهج نظرية، ولد المهدي ما عارف في لبب ما عارف انتقلت، يعني ما في تطور في المنهج ذاته، المنهج ذاته اللي أنا درسته للليلة بدرس. يعني في الدول المتقدمة دي المناهج دي بتتغير سنويا، يعني المملكة العربية السعودية الإمارات دي سنويا بتغير المنهج بالشيء الحاصل في البلد مواكب. لكن مواكب أنا ما عندي، أنا عسى التاريخ بتاعي ده من قمته في التاريخ، ولد المهدي 1843 وكان من أسرة فقيرة وكان والد، ما أنا شايف يعني المناهج ذاتها والله فيها إشكالية كبيرة جدا، ما متطورة، ما فيها فرصة بتاعت إبداع للطالب، ما في كرييشن، مادة حفظية، التلقين الطالب بس يلقنه، أول ما يطلع من امتحان التاريخ أو يطلع من امتحان الجغرافيا بعد 3 يوم أنت لو جيت سألته من المنهج تلقاه برا، ما في علاقة، ما في حميمية ما بين المنهج والطالب، يعني الحميمية ذاتها اتلاشت. يعني احنا الآن حافظين من يعني منهج سنة أولى وثانية، بلدتي بلدتي بهجة النظر محمود وال مريم الشجاعة راسخة إلى الآن، راسخة إلى الآن في القول دي التقيته بالصديق. أيوة في القول دي التقيته بالصديق، ودجاجي يلقط الحبة بلدتي بلدتي، مش كده؟ لأنه كانت قوية وكانت تعبر في حميمية. صحيح. أيوة الآن ما حتى في تدريس حميمية مختلف. أيوة الآن ما في حميمية، الحميمية دي انتفت لأنه المنهج منهج تلقيني حفظ، ما في كرييشن، ما بتدي فرصة للطالب إنه هو كطالب يبدع، عشان كده الآن بقى في جاب، الآن في جاب كبير جدا ما بين المنهج والمعلم والطالب. يعني المعلم ذاته بعيد من المنهج، ما في حاجة محببة له إنه هو يدرس المنهج. يعني آسف في اللغة الإنجليزية عندنا بندرس، والله بندرس وساي بس بنمسك الباسج نحلل الكلمات، ما في شيء يجذبك. يعني ليه؟ لأنه زمان اللغة الإنجليزية كان بخطها شركة لونج مان، دي شركة مختصة خواجات بخطه مناهج قوية جدا تتناسب مع السودان، انت لما تقرا القطعة بتكون انت حفظتها، انت بتكون يعني صحيح. حافظين المفردات جينير واسبورن، يعني شوف جينير ده الناس حفظوها، يعني شوف الكراي ذا بيلافت كانتري في ثالثة ثانوي الطالب كان بيكون حافظ الكتاب. ليه؟ لأنه في جود ريليشن شيب، زي ما قلت لك في حميمية ما بين المادة، لكن الآن المواد أصبحت طاردة والطالب كأنه مجبور إنه يقرأ، والمعلم كأنه مجبور إنه لازم شنو؟ يدرس. يدرس.